مع كابتن وجيه احمد احسن حكم في مصر. ما تقوليش كلهم، قول لي في كابتن حكام وجيه كتير ماشي، والله، في حكام كتير. قول لي ثلاثة احسن، ثلاث حكام في مصر، ثلاث حكام ساحة وثلاث مساعدين. بأمانة بدون حسابات، بأمانة بأمانة. هم عايز أقول أربعة. قول أربعة. محمود البنا، تمام. محمد عادل، تمام. إبراهيم نور، ومحمد الحنفي، ومحمود عاشور. دخلت في خمس. عاملين ماتشات كويسة حقيقة، عاملين، مش عايز انسى حد وهتزعل الناس وفي مني. امين عمر، وفي واقفين، في وفي امين عمر، وعاملين ماتشات. يعني انت بتقول لي ثلاثة، انت بتقول لي امين عمر. في عبد العزيز السيد عامل ماتشات رائعة، عامل ماتشات رائعة. مش دولي، صح، مش دولي. الحنفي، وفي في نادي القمر الدولي، نادي القمر الدولي، عمل محمود عمل ناجي، عمل نادر عمل موسم على اعلى مستوى. هو في حكام كتير. محمد معروف بيشرفنا بره على طول، بيلعب ماتشات كويسه. حاجات ناس كتيره ومقدين كويس حقيقه. يعني في محمود ابو رجال طبعا، طبعا محمود ابو رجال، واحمد حسام طبعا، طه، احمد حسام، وسمير جمال، سمير جمال، هيدي مساعدين، مساعدين طبعا، وسامي هلهل، وسامي هلهل ببارك له على القائمه الدوليه انه دخل، قلت الحكام كلهم دخل معايا بس هم كلهم محترمين طبعا.